مقرمشين. بالنسبه لبريوه اللوز، بريوه اللوز كيمكننا اننا بالنسبه للعماره يمكننا نوظفوا اللوز مقلي سواء في حمام زيت او في الفرن كندهنوه بالزيت، ولكن كنعطيوه الوقت الكافي انه يتحمر وكنضيفوا عليه شويه ديال العقده ديال اللوز. بالنسبه للبجينه الورقه مقرمشه، منين اي فوا كنطيبوا البريوات ديالنا الورقه ضروري ندهنوها شويه الزيت، كنخليوهم يباتوا في الثلاجه وهما ما مغطينش باش الورقه كتنشف، يعني حيت فاش ما نشفت الورقه كتجينا مقرمشه. من بعد كنقليوهم في الزيت وكنطيبوهم في العسل وبصحه والراحه.